بكرة إن شاء الله هيبقى الأسرة والتماسك المجتمعي. اه ده صحيح. إيه في رأيك إيه أبرز ما يجب أن نتناوله غدا في هذه اللجنة؟ قضية الطلاق دي قضية مهمة جدا، يعني لازم فعلا نتناولها بعين الاعتبار. والعنف الأسري، قضية الطلاق في الواقع قضية يعني مجتمعية، ابتدوا ان هم فعلا تبقى ظاهرة غير طبيعية يعني، لكن المفروض ان احنا بنحط لها مجموعة من العناصر اللي احنا نقدر ان احنا نشتغل عليها. الطلاق في حد ذاته كإجراء ولا ما بعد الطلاق؟ يعني علاقة الأسرة ببعضها البعض، عندنا زوج أو أب وأم ثم أبناء وحصل الطلاق، وأظنه كمان جزء من الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها بكثرة اليومين دول هي مسألة الوصاية. اه ده صحيح، بس انا في الحقيقه مش عايزه الموضوع برضو يوصل للطلاق، ففي مجموعه من المعايير لازم قبل الطلاق. يعني مثلا الوعي عند الزوجين دي مهمه جدا، ان احنا نقدر نعمل مجموعه من المبادرات اللي فعلا توعي الزوجين في ان هم يقدروا ان هم يعيشوا حياه سعيده وحياه كويسه يعني. طبعا وبمناسبة الوعي احنا لازم نتكلم كمان على مبادرة مودة اللي هي خاصة بالتضامن الاجتماعي، اللي هي فعلا بتلقي الضوء على هذا الملف. غير الوعي هو ان الوزارات اللي هي تبتدي ان هي تشتغل على هذا الملف برضو، لان انا في الواقع ان الطلاق ده مش فكره اسره ومجتمع، لكن فكره هو فكره مجتمع كله، الاسره هي البنيه الاساسيه للمجتمع.